تحدثنا حول سبل مكافحة الإرهاب الإسلامي الذي تأثرنا به جميعا، لا سيما تركيا التي تعرضت لهجوم في ليلة رأس السنة. انظروا، إن مصطلح الإرهاب الإسلامي يزعجنا نحن المسلمون. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب. أرجو عدم استخدام هذا المصطلح، لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. إذا التزمنا الصمت حيال عبارة الإرهاب الإسلامي، فهذا يعني أننا نقبل بالأمر،